بغيت من يطلعوا معنا مشاهدينا الكرام، كنرحبوا بكم معنا في هذا البث المباشر. كنقولوا الله يحضر السلامه، الله يودع السلامه وعزاؤنا الواحد. اذا المشاهدين متابعي قناه شوف التي في، اسعد الله مساءكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا داخل المنزل. واحد السيد غنقولوا غير الله يشافيه، كيقولوا على اللسان ديالهم انه مختل عقليا. معنا الام ديالو ومعنا الاخ ديالو. حنا دائما كندعوا واحد العلامه ديال الاستفهام على اللسان اللي قالوا هما هاد الناس اللي مختلين عقليا، شنو الحل ديالهم؟ غادي نعرفوا التفاصيل مع عند الام، نسبقوا من الام لان الام هي الكبده، الام هي الحنان. كتشوف ان ولدها ضاع في هذه اللحظه هذه، لان ولدها كان ضايع اصلا كي قالت على اللسان ديالها، ودابا كمل فاش ارتكب هذه الجريمه كي كتقول هي كي كيقولوا الشهود عيان. غادي نشوفوا الام تحكي لنا التفاصيل ديال شنو وقع، ولدها شنو كان كيدير كي قالت هي ان كان كيتعنف عليهم، كان كيهرس بزاف الاشياء مهرسه. شوفوا مشاهدينا هذا الشيء اللي وراونا الناس، دخلونا لقلب الدار قالوا لنا شوفوا ولدنا كيهرس كل شيء، كيهرس التلفازه. مهمتي هذا الشيء اللي قلت، هذا الشيء اللي قلت لك انايا، واش صحيح؟ واش ولدك هو اللي كيهرس هذا الشيء؟ تفضلي. قسم بالله ولدي هو اللي هرسهم بالله، انا غنكذب عليه. هرسهم شنو وقع له وشنو ماله؟ صافي كيطلع له داك الشيء في راسه، مريض مريض عقليا. مريض ما كعقلش على حاجه، انا راه كنحاشي لي راسي في قادوس كيجيفني، فكني منه غبوه. قال له هداه 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 هداه، اش كدير اش كدير اش كدير؟ هو كيجي يجيفني. من فوقاش هذا الشيء هو هذا؟ وليدي هذه راه شي 4 سنين وهو بادي، وهذا العام كثر، هذا العام هاج عليه هذا المرض. كيفاش هاج؟ كيف شنو كان كيدير اصلا؟ كيهرس، كيدقدق، كيضرب. لا شحال من مره ضربني، كنولي كنحن فيه، كنقول بالراسه ولدي الله يسامح. ساعة هذا العام اخر مره ضربك، واخر مره تكرفس على الدار فوقاش؟ دابا دابا هذه راه شي 10 ايام هذه يكون باش هرس الدار. والبارح كان باغي يقتلنا في الليل، ضرب خوه كان قتله، ضربو الحجره كان قتله، راه ربي معاه. يعني هو صعيب ترى الدرجه صافي، ما بقاش دابا اللي لقاه قدامه، ما حنا ما بقاش نتقاو، بقينا كنسدوا الباب. عيها الباب ها انت قدامك فروع، شوف شوف الباب واش كتسد فروع، هي ما يدقدق فيها غا دفا صحيحه ما تهرستش. حنا كنعيطوا للبلاد هاو الكوم، هذا طلع شي ولد الجار اللي اعتقناه، كنت حنا مشينا فيه. كيبقى كتخافوا منه كيوقع كيضرب؟ كنخافوا منه ديما سادين، والبارح ما بغاش وخا سادين ما بغاش يبعد منه، كيهرس الباب علينا. وهذا الشيء اللي دار هذا النهار شنو شكون قالها لك؟ وليدي قال عيط عليا، ولدي قالها لي. شنو قال لك؟ قال له امي ولدك راه قتل واحد وثلاثة راهم مساكن مضروبين. وانا وليدي ها بقاو فيا هاد الناس هادو، حق الله العلي العظيم الا حسكوا لي قلبي، بقاو فيا بزاف. كي وليدات كي كتبغي الوليدات كتبغي الوليدات؟ ايوا شنو انا نبغي الوليدات لنا شي حاجة، نبغي هاد الشيء هذا، راه قلبي كيتألم، قلبي كيتألم. فاش قالوا لك انهم مولا وليدات؟ كثار مولا وليدات. قلت مصاب ما نكذبش عليك، مصابكم كون مات ولدي وما يموتش هاد الولد يخلي ولادو، قسم بالله يا ربي كون مات ولدي وما يموتش هاد السيد. فاش شفت صور هذاك السيد وما وليداتو بقى فيك الحال على وليداتو؟ أزمني خويا، أزمني أزموني أزموني وليداتو، هو مسكين باقي صغير براسو، أزمني. قالوا لنا كيخدم خياط هاد السيد. الخياط مسكين. خياط وجاي من بلاصه بعيده وكيخدم. مهمتي مهمتي راه بقى فينا وكي غتثيق مهمتي والخبار شنو غدير حتى انا بوليدات. واش انا نبغي له شي حاجه؟ ما نبغي له، ما نبغيش لولادي، ما نبغيش حتى لولاد الناس. ولي ولدي ماشي في الوعي ديالو، ولدي راه ولدي ما ساحيش، ولدي مريض عقليا. سبق لكم ديتيه للطبيب ولا لا؟ ديناه ما هي مره ما هي جوج. الطبيب ديناه، خرجوا له الدواء والفاني، خرجوا له الدواء الفاني، ذا الوراق ديالو، ها بالحسن عنده الدوسي ديالو مع عبد الحسن. كيدير شويه وعاوتاني كيولي، كيدير شويه وتولي له الحاله ديالو. سبق له ضرب شي واحد في الزنقه؟ ضرب واحد عاوتاني، راه ذاك العام تذبحو من كفاه، عاوتاني دوز عام على ذاك الولد. ايوا انت كتهدي الحال، قلت هز مره ما عندنا ما ندير شي مكتاب. شنو تقولي لهاد الناس مساكن اللي ماتوا لهم؟ ايوا الله يصبرهم على وليداتهم، والله يجعل ربي يصبرهم على وليداتهم، راه ماتوا لينا حتى حنا هاد الولاد، راه ماتوا لي حتى انا وليدات، راه ربي العالم، راه بقاو فيا، راه بقاو فيا، حسكوا لي قلبي.
علاش علاش باع عينك فيهم الدموع؟ علاش كتبكي؟ ايوا ولا تنبكي، هذوك ماشي وليداتي، هذوك ماشي ولادي، تا هما وليداتي. بقى فيك ولدك كسر على هادشي اللي دار؟ بقى فيا هاد الولاد اللي مات. ولدك واخا بقى فيا ماشي بحال هاد الولاد، قسم بالله واخا بقى فيا مبقاش فيا كي هادو اللي ماتوا. كنقولها ما كنقولهاش من قلبي، لا تسمح ليش. إذن كتقولي هادشي ما داروش خاطرك؟ ما داروش خاطر، هو مريض، ما داروش خاطر. واش كاين شي حد اللي غيضرب الناس يقتلهم ساعه واحده كل اخرين يزيد يكمل بيها؟ واش انا وخو كانوا غيقتلنا البارح وحلينا كره صفهانا؟ ما حكموا حتى حاجه، ما حكموا حتى حاجه على شنو وقع والو. يعني الطريقه باش قتل، باش قتل الطريقه باش المحكمه كحكات صافي. شنو قالوا لك الناس؟ الناس فاش قالوا لي راه في الجناوي ضل كيضرب وصافي. وهاد السيد اش بينو وبينو شي حساب؟ هاد السيد بينو وبينو شي حاجه؟ الولد مريض، داكشي ما قال له عقله. فاش عيطوا لك قالوا لك كنت كتوقع هادشي؟ لا وليدي والله ما كنت نتوقع ولدي يدير هادشي. ولدي ماشي ديال هادشي كاع، ما يقتلش. كان ولد زوين، كان ولد ظريف، راني كنقولها ماشي كنكذب. كان ولد غزال، ها الجيران يقولوا لك. ولكن وليدي هادشي ما عند الله، ما علم الله. ما السبب ديالو زعما باش مسكين تختل عقليا؟ شنو يكون السبب؟ خويا العلمو لله، العرس ديال خوه اللي وقع له وقع له. ملي درنا العرس لولدي الكبير من تما الطفل تهز عندي. عطينا الولد ديالك سر معاك. لا لا غير هضر، غير هضر خويا باش الناس، لا المشاهدين كيشوفوا خصهم يعرفوا الواقع، خصهم يعرفوا هذا الخاك اللي دار هذا الشيء واش لخاطرو ولا ماشي لخاطرو. لا ماشي. انتم العائله، انتم العائله ديالو خصهم الناس يعرفوا من عندكم. الا ما عرفنا، الا ما عرفوش الناس ما عندكم، ما عند من يعرفوا. انتم اللي عايشين معاه في الدار، انتم اللي حكيتي لي، انت قلتي لي خوك سبق له ضربك، خوتك كيتكرفص على الوالده، الوالده قلتي لي سبق له عضك. يعني انت خصك تحكي لنا هذا خاك شنو كان كيدير؟ عندي انا هادشي كنت عايشو معاه، هادشي يومي كاين دكداك ويهرس. يعني بعض الخطرات كنتجامع انا وياه كنتفرجو عادي، وواحد الساعة المهم حتى نطلع عندي بشي حركة ما انا زي السيد ماشي طبيعي، ويقدر يطلب منك شي حاجة ولا عاوتاني ملي يجي يردها لك. كان كيطج كيمشي للزنقة ما كيرجعش. كيطج وكيكفي ما كيغسل بالماء بارد. والله كون طلع على السطح وتشوف هادي واحد الشيء في اصبر. انا جاي هادي واحد 3 ايام هادي كنتفاجئ، انا جيت من العمل ديالي تاجا نجي كنلقاه يعني هذاك الشراج من اللي كانوا مهرس من قبل، حيت كنا درنا من قبل منه الشكاية وقلنا زعما ربما يتراجع. وهذا ما خوك ما عندك ما دير. هي هي كان برد عقلي بعد ما يتراجع. لا هذا هو يعني الساعة ديال البارح حتى تنتفاجئوا دار هذا. يعني الساعة اللي قلت لنا البارح، البارح يعني البارح انا جيت انايا، جيت على اساس البارح انا سولت الوالده قلت لها واش واش تعشى باش انا نشربوا الدواء ديالي، حيت هو اصلا مي ما كيتفهمش شويه ديما العنف كيتعنف بزاف. يعني بنادم طبيعي راه ما يديرش مع امه هكا. وكتشوف امك كتعنف يوميا، اش غادي دير؟ كنتعامل مع الاساس بحال شي واحد صاحبي. يعني بغيت شربت الدواء ديالو وطلعته، جيت انايا ارتحت. يعني عندنا شقه هنا وشقه خويا الاخ ديالك جا وبغى توريني شنو كيه شنو هرس، واش ممكن؟ كيفاش؟ هانتوما كيف ما كتشوفو هانت، هاهي هادي التلفازة، هاهي هادي، هو عاد هرسها، غادي تكون واحد خمس أيام، مع الجاش، دابا هو اللي هرس هادشي؟ هذا هو اللي هرس، أنا ماشي دايما هادشي هذا. إلا ما كيبقاو واش فيه، لحقاش ما كنعرفوش، واش هو مجهد حتى لهاد الدرجة ما كتقدرش؟ مجهد كفي الباب كيبغي يقلع، الباب اللي الفوق يعني واحد يعني من قبل على بحال هاد الأمور هكا، يعني الباب قلعها. كنشوف عندكم المكانه مهرسه، كنشوف الصويره مهرسه. خصك تشوف، ما فهمتش انا هذا حتى واحد تريها يا كيف ما كتشوفوا. هذه هي انت، ها كلشي مهرس. يعني هذا الشيء على سنوات، يعني هذا الشيء كنت عايش معاه. السبب ديال خاك باش قتل، باش حماق مسكين باش. واش نقول لك؟ هو اصلا يعني هو سيد خاجول، هو يعني سيد ظريف، لا طولتو سولتو عليه ما كاينش اللي يعرفو كاع. يعني الاسم ديالنا حنا ملقب كيقولو السكيتيوي، يعني الناس يعني كلشي كيعرفنا هو ما كيعرفوش. قلت لي يعني ما تيتفادى هو المشاكل. ديك الناس اللي مساكن ماتو شنو تقول للعائلات ديالهم؟ كنتاسفو لهم. هو هادشي هذا راه هادشي كيبكي، هادشي هذا خوفيك انت. طبيعة الحال راه اش نقول لك، تفاجئ. انا بالنسبة ليا كنت قلت انا بلي هو مات وما يعني عنده هذاك السن، يعني عنده وليدات يعني عنده وليدات عنده مستقبل، يعني هذاك يعني مثلا الاخر ما
كنقولوا غير لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي ما كانتش لا نقولوا انا هادشي هذا ماشي كنقولوا باش نخفوا عليه ولا هذايا هادشي كنتاسفوا لهادشي هذايا وما انا سي طبيعي ما درتش هادشي باش يخفوا عليه حنا باش نعرفوا توضيح هادشي اللي نقولوا انا هاد الناس اللي مختلين عقليا انا القانون كان يدير المجرى ديالو باش يضرب الزناقي من طبيعه الحال كاين القانون هو اللي غادي يدير المجرى انا هادشي ماشي كنقولوا الناس اللي كيكونوا مختلين عقليا انا خصهم حل من طبيعه الحال خصهم حل مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي حنا في قلب العائله ديال الدري مسكين اللي كيقول تمو قال الاخ ديالو انه مسكين مختل عقليا اسمح لي واحد الدقيقه خليك على الكاس غير خلي الكاس غير خلي الكاس غير خليك الحجه الحجه صافي صافي هانا نرجع هانا كنشوف شنو توريني هذه كيف ما كتشوفوا هذه دايره هذه كتكون يعني هنايا في هذا المكان هذا في هذا البلاصه هذه هاودي انا كنت جاي ديما متعرض للكسر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هادشي اللي غادي نقولوا غير لا حول ولا قوه الا بالله وغنقولوا لديك الناس مساكن الله يرحمهم والله يوسع على الجميع كي قلتي انت قلتي واحد كما قلتي باش كتبرا اخوك ولكن كتعطي غير توضيح ديال ان الاخ ديالك مرض عقلي مسكين وانه كيداوي وانه كيضرب امه كيتعنف على الجميع الله يشافي الجميع والله يرحمهم مساكن الحاجه هذا اللي كيضرب امه هذا اللي كيضرب امه شنو غدير معاه ورافينا حق الله العلي العظيم قال با راه قال لي رافينا قال له هذايا بالمطبخ تاعنا شوفوا كيف رديتو هاك شفتو منكم رافينا راسي حاشيه اللي فقيدو والله اللي اعتقني شفتو راك شتي كون شي حاله ديالها وعراسه فقات لها غير 3 ايام حتى هي ضربها كاين شرطه كبيره ماشي هذا طبيب ديال الرياض كتقتلها كيفرسها لدار كاين محضر ديالها يعني كان يعني كنت عايشين معاه في رعب في الحلعه ما كاينش هي دابا في ظرف هاد يعني هاد الشيء هو خمس سنين وهي قايته الام ديالي صغيره الحاله ديالها في الدار والله زعما هي كنتي ما كانش هكا انا هاد الشيء كتعايشوا معاه ماشي ماشي طبيعي كيولي لا حول ولا قوه الا بالله كسمعتوا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي ان هذا السيد هذا اللي دير ارتكب هاد الجريمه اللي غادي نقولوها واخا قالت في وسط العائله ان جريمه شنعاء انا هذه الجريمه هذه اللي هي كيقولوا على اللسان ديالهم انه هز جوج ديال الماس ولا جوج ديال الشفرات كيقولوا وخرج بقى كيضرب في عباد الله تما ومسكين توفى مسكين وحده كنتفاجئوا كيجي عندنا واحد اللي كيتشكى كل ساعه كيتشكى واحد كان هذه واحد الايام ولا هذا ما كنتش بيت انا حتى جاب هذا كنتفاجئ والله صوته ما كنسمع والله صوته ما تسمعوا فاش كيكون على خاطره فاش كيكون على خاطره كان ولد كريم ولد كريم يقول دخلوا الضياف كيما هكا عندي التمر الخير يتسلت ويخرج يخليه يمشي للمحلى ويخليه دابا هو كان عايش مسكين حال احوال مره كيكون ها انت كتقول هو هذا خير الناس ومره عاوتاني فاش كيجي ديك الحال كيركب في هذا الشيء خطره مابقاش يعقل لاش اللي كنقولها هو انا حتى نقول هذا الشيء هذا ماشي كنبرروا ولا هذا الشرع عارف الناس ضاعوا في وليداتهم اخويا ضاعوا في حتى الام ديالك مسكينه بقى فيها قالت لك شي مسكينه شنو قالت واخا الكبده ديالها قالت لك مصابك مات ولدي وما يبغوش يعني هادشي كنتعايشوا معاه كما كتقول نضحي بعدك يعني هذا كنتعايش معاه امر مؤسف مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي امر مؤسف حنا كان دائما ديك الضحايا مساكن الله يرحمهم الله يوسع عليهم وجل الرحمة عليهم شفنا التصويرة ورينا واحد الصديق هنايا ومعنا ورينا التصويرة ديال السيد اللي مات ووليداته مسكين الله يرحمه قلت متونت ياك قال لنا متونت ياك اخي الله يرحمه مسكين ويوسع ياك اخويا شنو؟ كنطلبهم العائلة ديالو الله يصبرهم وخا نقول لك راه تا هو بحال واحد منا وخا ما يعني ما ما لي تجمعنا فيهم لا حول ولا قوة شي ما فيما لا حول ولا قوة على هذه الكلمات ديال لا حول ولا قوه الا بالله مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنقول لكم شكرا امين امين الله يرحمه اخويا الله ندعو له بالرحمه والمغفره ورحمه ورحم جميع المسلمين وهنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنقول لكم شكرا للمتابعه والى لقاء اخر باذن الله.